لو الحكاية فيها إن فيديو. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خد فكرة. هنتكلم معاكم النهاردة عن خطوات تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول. عدد كبير من أولياء الأمور خايف إنه يخلي ابنه أو بنته يروح الامتحانات، وطلبة كتير قلقانة من التجمع داخل اللجان. ولكن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أكد إن هيكون هناك إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل اللجان، زي إن هيتم توفير الكمامات الطبية وأدوات التطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل الامتحان. طيب لو أنا لا قدر الله حسيت إن ابني أو بنتي عندهم أعراض كورونا أو اتأكدت من إصابتهم بفيروس كورونا وعايزة أجل الامتحان، أعمل إيه أو إيه هي الخطوات اللي مفروض أعملها عشان أأجل الامتحانات؟ تعال أقولك إيه هي الخطوات. لو انا اتاكدت ان ابني او بنتي مصابين بكورونا، اول حاجه على ولي الامر المفروض ان هو يعملها ان هو يبلغ المدرسه بان ابنه او بنته مصابين بكورونا. طب تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه مفروض ان انا اقدم الشهادات الطبيه او التحاليل والاشعه والاوراق اللي بتثبت ان ابني مصاب بكورونا، بس لازم ان يكون التحاليل والشهادات الطبيه ديت من مستشفى حكومي او التامين الصحي ويكون عليها الختم. بعد كده بيتم التأكد من قبل الجهات المختصة المدرسة ان الاوراق دي مظبوطة او سليمة، وبعد كده بيتم تأجيل الامتحانات. بس كده كده يكون انتهينا من حلقة النهاردة، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج خد فكرة.